بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في جزء اليوم من برنامجنا في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، مواصلين في بنود هذه المواصفة القياسية العالمية. اليوم إن شاء الله حنتناول مع بعض البند 6.1.2 فيما يخص تحديد الأخطار الهازر وتغليل مخاطر السلامة والصحة المهنية، Hazard Identification and Assessment of Risk and Opportunities. تحديد الأخطار Hazard Identification. المنظمة تنشئ وتحافظ وتنفذ عملية استباقية لتحديد كل المخاطر الناشئة باستمرار. أي خطر إحنا وجدناه المفترض نتأكد منه ونحلله ونقيمه، وبالتالي نستطيع أن نضع آلية للتحكم فيه. طيب، بالتالي يجب أن تأخذ العملية في الاعتبار الآتي، ولكن لا تقتصر عليه: الأنشطة والحالات الروتينية وغير الروتينية. طيب، عندنا الأنشطة الروتينية هي الحاجات اللي كل يوم بنشتغلها، أو الأنشطة اللي كل يوم بنشتغلها. إذا مثلاً شغالين في على سبيل المثال في صناعة مثلاً بعض المنسوجات دي، عندنا بعض الأنشطة الروتينية يوميا في تقطيع وفي خلط بعض المواد وكذا وكذا، دي أنشطة روتينية. طيب، الأنشطة غير الروتينية اللي يوميا ما بنشتغلها نحن، ممكن تكون زي أنشطة الصيانة، أنشطة المعايرة، أنشطة الأنشطة غير الروتينية دي ممكن نكون خاطئينها في الحساب، وبالتالي نتوقع منها أي مخاطر. الأشخاص اللي هيجي يشتغلوا في الأنشطة اللي ما متكررة يوميا أو ما متكررة أسبوعيا، فبالتالي يتأكدوا من الإجراءات والأشخاص العاملين والأجهزة والأدوات المستخدمة في أي نشاط غير روتيني، بما في ذلك النظر في البنية التحتية الانفراستراكشر والمعدات الإكويبمنت والمستلزمات والمواد والظروف الفيزيائية لمكان العمل. بمعنى بيئة العمل نستطيع أن نضع لها اعتبار في كل موجودات البيئة، من أجهزة، من معدات، من أدوات وكل المستلزمات دي ضمن الانفراستراكشر أو البنية التحتية. كذلك نضع في حسابنا المخاطر اللي بتنشأ نتيجة لتصميم المنتج، بما في ذلك عمليات التطوير والاختبار والإنتاج أو تقديم الخدمات أو الصيانة أو عمليات التخلص من بعض مثلا المواد في هذا الشأن، أو في مسألة تصميم المنتج نحن حيكون عندنا أكيد عمليات خلط، عمليات تغليف، باكجينج، ليبلينج، تداول أو تناول، هاندلينج بالنسبة للمواد، دي كلها ممكن عمليات في تصميم المنتج. فبالتالي تصاحب هذه العمليات الخاصة بالإنتاج أو تصميم المنتج بعض المخاطر. فهنا نحن هنطور عملياتنا بحيث ما تكون في مخاطر في عملية تصميم المنتج، بذلك عمليات التطوير والاختبار، أي عملية اختبار للمنتج وفي سياسات الإنتاج أو في سياسات الصيانة أو تقديم الخدمات، يعني دي كلها ما تكون فيها مخاطر. كذلك العوامل البشرية، تحديد المخاطر اللي ممكن تنشأ من العوامل البشرية، من تلوث ومن تعامل سلبي مع البيئة. كذلك عمليات التنفيذ الفعلية، تنفيذ للأنشطة الفعلية برضو نضع لها حساب في اتجاه أي مخاطر ناشئة. 6.1.2.1 حالات الطوارئ الإميرجنسي. وحالات الطوارئ، أي حالة بتاع الطوارئ ممكن تحصل، من حرائق، من يعني بعض الطوارئ، الحالات بتاعت الطوارئ ممكن تكون طبيعية، فيضانات، سيول وغيرها. فبالتالي ضمن حالات الطوارئ الأشخاص مع الأخذ بالاعتبار الموجودين بمكان العمل، الناس اللي شغالين في مكان العمل، بما في ذلك العمال والمقاولين والدوار. هنا السيفتي بتحدد ليك، تقول لك سيفتي فور اول، السلامة للجميع. السلامة للجميع بمعنى الناس الشغالين العاملين في المنشأة، إضافة للزوار، إضافة لأي شخص ممكن يجي لصيانة أو لبرنامج استشارة أو لأي غرض، نحن هنا السلامة بتشمله.
كذلك حالات الطوارئ لمن هم بالقرب من مكان العمل، ويمكن دي كانت واضحة في كثير من الشركات اللي حصلت فيها حوادث، بتأثروا من هم بالقرب من مكان العمل، سكان غيرهم، وهي من الأخطاء لتصميم المصانع والمنشآت الحيوية إنه يكون جنبها في سكان، وهنا أي خطر حصل على المنشأة، حريق ولا انفجار ولا غير، ممكن يكون أو يتم أو يتأثر من هم بالقرب. فبالتالي نضع حسابنا في من هم بالقرب أو من الناس اللي ممكن يكونوا ساكنين أو أي شركات أخرى أو أي مارة بالقرب من المصنع، فبالتالي يمكن أن يتأثروا بأنشطة المنظمة. العمال في مكان لا يخضع للسيطرة المباشرة للمنظمة، أي عامل ممكن يكون ما عنده أي فهم أو دراية أو أدوات وقاية شخصية PPEs Personal Protective Equipment، أو أي من العاملين لا يخضع للسيطرة بالنسبة لسياسات المنظمة. كذلك قضايا أخرى بما في ذلك النظر في تصميم مناطق العمل والعمليات والمنشآت والآلات والمعدات والإجراءات التشغيلية وتنظيم العمل بما في ذلك تكييفها مع القدرات البشرية. هنا نتكلم عن التصميم الديزاين بالنسبة للـ areas، كل المناطق بتحت العمل والـ operation العمليات أو الـ process والمنشئات. المنشئة بما فيها من أدوات ومعدات وبنية تحتية وآلات وأجهزة الـ devices الـ equipment الـ procedures الـ operations، كذلك نظام أو تنظيم العمل، دي كلها نحن بنضعها في الحسبان ضمن تصميم مناطق العمل. فبالتالي ضمن خطة تصميم هذه المنشأة نحن هنضع اعتبار وفق حالات الطوارئ، كذلك الحالات اللي بتحدث في محيط مكان العمل بسبب الأنشطة المتعلقة بالعمل تحت سيطرة المنظمة، أي حالة ممكن تحصل في محيط مكان العمل، كذلك الحالات التي لا تسيطر عليها المنظمة والتي يمكن أن تتسبب في إصابات العمل واعتلال صحة الأشخاص. ممكن يكون في أجواء غير مناسبة، رياح، فيضانات وغيرها من الحالات اللي نحن ممكن ما نقدر نسيطر عليها داخل أو خارج المؤسسة وممكن تأثر على الأشخاص. ممكن تكون في غازات سامة، ممكن تكون في غبار وأبخرة، وممكن تكون في ضجيج وضجيج فيزيائي أو كيميائي أو مشاكل خاصة بالتسمم أو غيره. كذلك ضمن هذا البند 6.1.2.1 التغيرات الفعلية أو المقترحة في المنظمة، أي تغيرات، ونحن الآن في ظل التماشي مع المتغيرات change management، تغير في السياسات، تغير في البيئة، تغير في العمليات، تغير في القضايا الاقتصادية السياسية الاجتماعية، أي تغيير نحن لازم يعني نكون واضعين في حسابنا تغيير في أي بند من بنود المواصفة عند التحديث، تغير في الأجهزة، تغير في السياسات والقوانين واللوائح من خلال الأجهزة التشريعية، غيرت بعض البنود، غيرت بعض القوانين، غيرت بعض اللوائح. هنا عندما نغير بعض اللوائح والقوانين لازم الناس تكون عارفة ما هو جديد أو المتغيرات أو التغيرات. كذلك التغيرات في المعرفة والمعلومات عن الأخطار، في دراسات حديثة وردت، معلومات جديدة وردت، قالت يا أخي نحن نتعامل مع المخاطر بالشكل الآتي بدلا من السياسات القديمة. فهنا لازم نحن نمشي مع التغيير، نمشي مع المستجدات. كذلك حوادث سابقة داخلية أو خارجية للمنظمة، ضمن حالات الطوارئ نحن نكون مسجلين أي حوادث سابقة داخل أو خارج المنظمة ضمن حدود وتشريعات المنظمة. كذلك بما في ذلك حالات الطوارئ وأسبابها، نحن المحيط ماسكين المنظمة بما فيها إضافة للبيئة المحيطة بالمنظمة، وبالتالي نقدر نوقف أي نوع من أو نقدر نتحكم في كنترول بالنسبة لـ any type of hazard، أي نوع من المخاطر. كيف يتم تنظيم العمل والعوامل الاجتماعية بما في ذلك عبء العمل وساعات العمل والقيادة وثقافة المنظمة؟ ضمن هذا البند المفترض يكون في تنظيم للعمل، تنسيق للعمل وعوامل أخرى اجتماعية،
على الآن أصبحت المؤسسات يعني فرع المجتمع وليها دور في تنمية وتطوير المجتمع. فهنا عندما تكون هنالك اهتمام بهذا الجانب تجد المؤسسة لها دور كبير ضمن أدوار المجتمع، فبالتالي المؤسسات أصبحت تضع نصب عيونها تنمية المجتمع كمسؤولية اجتماعية كمسؤولية كلية. بما في ذلك أي عد وساعات العمل، يعني دائما من أسباب الحوادث ساعات العمل الطويلة، ممكن المرض إذا شخص مريض ويشتغل، كذلك فشل الأنظمة الإدارية، كذلك ممكن تكون في بعض أجهزة الإنذار والأجهزة الأدوات الشخصية ما موجودة وهكذا. فبالتالي عيب العمل وساعات العمل والقيادة وثقافة المنظمة. ثقافة المنظمة الكلتشر هنا بتتكون من النوليدج والاتيتيود والبيهيفيرز، السلوكيات والمواقف. بعض الأشخاص ضمن ثقافة المنظمة ممكن يهزروا، وبعض الأشخاص ممكن يعني الهزار داخل المؤسسة ضمن حصر مخاطر العمل، دائما تحصل بعض المخاطر والحوادث بالهزار أو باللعب أو اللهو داخل المؤسسة، كذلك يعني باللامبالاة ضمن هذا السلوك. لازم تكون منتبه وإنت شغال في أي نشاط، لازم تكون منتبه. كذلك معلوماتك، المعلومات اللي موجودة أو المعلومات اللي أنت بتمتلكها للسلامة ومستوى الوعي وهكذا. فبالتالي لابد أن تكون ثقافة المنظمة ثقافة غنية بثقافة السلامة والأدوار والمسؤوليات وكيف إنك تؤدي عملك بكل مسؤولية وبشكل فعال. 6.1.2.2 Assessment of the Operational Risk, Operational Sales and Safety Risk and Other Risk of the Operational Safety and Health Management System. تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية أو السلامة والصحة المهنية والمخاطر الأخرى. إحنا دارين نقيم، نعمل assessment بالنسبة لأي نوع من الريسك أو المخاطر. يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ وصيانة العمليات من أجل المنظمة الكيان اللي بيؤدي أي نشاط المفترض تنشئ نظام وتنفذه، وبالتالي تصين النظام وتحافظ عليه، وتكون هنالك عمليات ضمن تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية من المخاطر المحددة مع مراعاة المتطلبات القانونية. الاستراتيجية عند الريجوليتوري بروجرام، حاجات متطلبات قانونية أي بمعنى التشريعات والقوانين اللي وردت من الأجهزة أو من اللوكال أند انترناشونال أجهزة المحلية والعالمية، وبالتالي المتطلبات الأخرى وفعالية الضوابط القائمة. كذلك تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة النظام والذي يمكن أن يحدث من القضايا المحددة في البنود السابقة 4.1 و4.2. أيضا يجب تحديد منهجية المنظمة ومعايير تقييم المخاطر فيما يتعلق بالنطاق والطبيعة والتوقيت لضمان أنها استباقية بدلا من أنها تفاعلية. بمعنى المفترض نحن نحدد، نكون عندنا منهج، نحدد منهجيتنا للسلامة ومنهجيتنا للمنظمة لكي تنسجم مع الاستراتيجية والسياسة تحت السلامة، وبالتالي نضع ضمن هذه المنهجية الأبروش، نكون عندنا معايير standard to assessment عشان نقدر نقيم كل الريسك المخاطر، وكذلك نطاق طبيعة التوقيت متى سيتم تنفيذ هذه البنود، هذه المعايير، وكيف سيتم ومتى سيتم تقييم هذه المخاطر وما هي النتائج، وبالتالي ensuring يكون عندنا ضمان لأنه نحن هنكون عندنا برنامج استباق قبل، يعني توقعات دقيقة للحوادث قبل حدوثها، نكون عملنا احتياطي بمعنى سياسات استباقية بدلا من أنه بعد ما الخطأ يحصل الخطر يحصل و
ودية تفاعلية، كيف نتفاعل مع الخطر؟ يعني دارين نعمل حاجة قبل الخطر ما يحصل، ضوابط، دارين نعمل سياسات بتاعة التحكم، دارين نعمل أجهزة إنذار، دارين يعني نضع سياسات وإجراءات. وكذلك يجب الحفاظ على هذه المنهجيات والمعايير كمعلومات موثقة، ذات مين الدوكيمنت انفورميشن، يكون عندنا توثيق لكل العمليات الخاصة بتقييم المخاطر، دوكيمنت انفورميشن، تنظيمها، توثيقها أو ترتيبها وحفظها وتداول هذه المعلومات الموثقة. 6.1.2.3 تحديد فرص السلامة والصحة المهنية والفرص الأخرى، Assessment of the Occupational Safety Management System and Opportunities and Other Opportunities for the Occupational Health Management System. نحن نحدد الفرص الخاصة بأي فرصة خاصة بالصحة والسلامة المهنية، بمعنى المنظمة تنشئ وتنفذ بقصين العمليات لتحديد فرص تعزيز أداء السلامة والصحة المهنية، نعزز to enhance performance، نعزز أداء السلامة بتدريب بفعاليات بسياسات باستراتيجيات بتكتيك، نعزز أداء السلامة مع مراعاة التغيرات المخطط لها للمنظمة أو عملياتها أو أنشطتها. أي جنس نحن ضمن الخطة بتاعتنا نضع في حسابنا أي متغيرات، وبالتالي نغتنم أي فرصة ممكن تكون إيجابية للمنظمة ضمن العمليات وضمن الخطط الجديدة وضمن الأنشطة الجديدة أو الأجهزة والمعدات وكل الأشياء الممكن تكتسبها المنظمة كفرصة وتستفيد منها. كذلك الفرص لإزالة أو تقليل مخاطر السلامة والصحة المهنية، أي فرصة لكي نزيل مخاطر السلامة أو مخاطر العمل وتقليلها. كذلك الفرصة لتهيئة وتنظيم العمل وبيئة العمل للعمال، الفرص الـ opportunities بالنسبة لتهيئة بيئة العمل وتنظيم العمل. بالتالي إن كانت هنالك يعني سياسات لتنظيم وتهيئة بيئة العمل، نحن نغتنم الفرصة دي وطوالي ننفذ بكل الموارد الأجهزة والمعدات والبنية التحتية. كذلك الفرص لتحسين نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، the opportunities about the continual improvement، عشان نحسن نظام الصحة والسلامة المهنية من خلال تدريب، من خلال يعني توعية، من خلال التزام بما جاء في المواصفة. 6.1.3 تحديد المتطلبات القانونية المعمول بها المتطلبات الأخرى، determination of the legal requirements and the other requirements. نضع أو تضع المنظمة وتنفذ وتحافظ عملية من أجل أو عمليات من أجل تحديد وإتاحة الوصول للمتطلبات القانونية الحديثة، أي متطلبات قانونية وردت من الجهات المحلية والعالمية من الأمن الصناعي وغيرها، من الآيسو، من غيرها من المواصفات أو المنظمات. فبالتالي نحدد الفرص ونتيح الوصول للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى اللي وردت في المواصفة وبالتالي تقبلتها المنظمة والتي تنطبق على أخطار ومخاطر الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها. كذلك ضمن تحديد المتطلبات القانونية، تحديد كيفية تطبيق هذه المتطلبات القانونية، كيف نحن هنطبق التشريعات دي والقوانين واللوائح دي. أيضا ضمن تحديد المتطلبات القانونية، يأخذ هذه المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى في الاعتبار عند إنشاء وتنفيذ وصيانة التحسين المستمر للنظام، يعني ما هنخالف أي متطلبات قانونية، التزموا قالوا بالبي بي إيس البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، التزم بها، جيبوا أجهزة حديثة أو ممكن بدل هذه الأجهزة اللي ممكن تؤدي لحوادث مفترض تجيبوا أجهزة حديثة. نظام العمل يكون من مثلا 8 ساعات وبعد ذلك العامل يأخذ راحة وكذا، دي التشريعات مثلا أو قوانين أو اشتراطات، فهنا ما حيكون في مخالفة. المؤسسات ومثلا المصانع تكون مصممة وفق أسس هندسية تراعي جوانب السلام، هي ممكن تكون تشريعات،
كذلك يجب أن تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة، برضو documented information، لأي إجراء تكون فيه معلومات موثقة، كلام مكتوب يعني ما في verbal، كله documented. فبالتالي بالمعلومات الموثقة المتعلقة بالمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى وتضمن تحديثها. هنا هنحاول نحدث البيانات والمعلومات كما هو مطلوب في المواثقة، يعني ما هنحدث بمزاجنا، لا، يكون في تحديث وفق ما هو مطلوب وحسب مقتضى الحال أو حسب ما يقتضي أو حسب الحاجة. 6.1.4 تخطيط لعمليات التنفيذ. نعمل بلان أو يكون عندنا بلان للأكشن لسياسات التنفيذ، وده يمكن البيديكا سايكل اللي هو البلان تو تشيك أكت، خطط نفذ أفحص وتأكد وبعد ذلك اتخذ القرار. وهذه المواصفة كذلك اللي هي مقاسة أو مبنية based on 9001-2015، هي على 9001-2015 برضو على البلان دو تشيك أكت. طيب، يجب على المنظمة أن تحدد أو تخطط لإعداد خطة عمل بهدف، نكون عندنا خطة بهدف معالجة هذه المخاطر والفرص. كل المخاطر نتجنبها ونزيلها والفرص نغتنمها، risk and opportunities. معالجة المتطلبات القانونية، نعالج أي مشاكل ممكن تدخلنا في عدم تنفيذ لوائح قانونية، إحنا نعالجها، وبالتالي أي متطلبات قانونية معمول بها المتطلبات الأخرى. كذلك ضمن التخطيط نعالج المشاكل الأخرى المتعلقة بالاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، حالات حريق، انفجار قنبلة، تهديد، دي كلها ممكن تكون حالات طوارئ، فبالتالي لازم تكون في استجابة لهذه الطوارئ. تحديد كيفية دمج وتنفيذ الإجراءات في عمليات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو باقي عمليات الأعمال، لابد أن تكون هنالك آلية لدمج هذه السياسات الخاصة بالعمليات والإجراءات والسياسات الأخرى لعمليات الصحة والسلامة المهنية، ولازم تكون منسجمة مع استراتيجية وأهداف المنظمة لتحقيق الأهداف. أيضا عايزين نعمل تقييم فعالية هذه الإجراءات، نقيم بتولز المطلوبة في المواصفة، نقيم فعالية هذه الإجراءات. كذلك يجب أن تأخذ المنظمة في الحسبان التسلسل الهرمي للضوابط والمخرجات، وأن تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والخيارات التكنولوجية. المنظمة تضع في حسابها التسلسل الهرمي بالنسبة للهيكل التنظيمي وبالنسبة للضوابط للعمل، وأيضا الأوتبوت النتائج، كذلك المخرجات، وأن تأخذ في الاعتبار الكود براكتسز أفضل الممارسات والخيارات التكنولوجية. إحنا نجيب أفضل الأجهزة لكي نقلل المخاطر، أفضل الأجهزة لكي نزيد من راحة العمال والعاملين في المنشأة، نجيب أجهزة تكنولوجية لدقة وسرعة العمل وهكذا. 6.2 أهداف السلامة والصحة المهنية والتخطيط لتحقيقها. 6.2.1 الأهداف أو Occupational Safety and Health Management System Objectives and Planning to Achieve them، عشان نقدر نحقق أهداف الصحة والسلامة المهنية. فبالتالي يجب على المنظمة وضع أهداف السلامة والصحة المهنية في الوظائف والمستويات ذات الصلة لصيانة وتحقيق التحسين المستمر. عايزين نعمل برنامج لتحقيق الأهداف to achieve the goals، وبالتالي نكون عندنا سياسات واستراتيجيات واضحة لكي نحسن ونطور ونحقق الأهداف. يجب أن تكون أهداف الصحة والسلامة المهنية متسقة مع سياسة السلامة والصحة المهنية، أهدافنا تكون متناسقة مع سياسات الصحة والسلامة المهنية وما جاء في النظام. كذلك أهدافنا تراعي المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى، كذلك تراعي نتائج تقييم المخاطر الريزلت بالنسبة للريسك أسسمنت والفرص المتاحة،
كذلك تراعي أهدافنا نواتج التشاور مع العمال والممثلين، أي مشورة تجاه تحقيق وتنفيذ أي عمل. كذلك قابلية للقياس أو قابلة للقياس، هذه الأهداف تكون قابلة للقياس أو يمكن تقييمها. أيضا يمكن رصد هذه الأهداف، وهذه الأهداف تكون مبلغة وواضحة للجميع، أهداف الصحة والسلامة المهنية. كذلك يمكن أن نحدث هذه الأهداف تحديثها حسب الحاجة أو حسب الاحتياج النيتس. يمكن من خلال هذه الأهداف أو عن هذه البنود أن نراعي ونحقق أهداف المنظمة وبالتالي تحقيقها بشكل فعال. 6.2.2 التخطيط لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية. عند التخطيط لكيفية تحقيق الأهداف يجب على المنظمة تحديد الآتي: ما الذي سيتم به القيام به؟ إحنا هنقوم بشنو بالضبط؟ هنحدد إنه ما هو نوع النشاط والعمل؟ ما هي الموارد المطلوبة؟ شنو هي الريسورس أو الموارد المطلوبة لكي ننفذ ونخطط ونحقق الأهداف؟ planning to achieve visual safe time health objective. كذلك من سيكون مسؤول؟ من هو المسؤول من ياتو إجراء أو من أي إجراء؟ طيب كده نحن دايرين نحدد بالضبط على أساس إنه من هو المسؤول، من هو العامل، من هو ما هي الموارد، الاحتياجات شنو، المتطلبات شنو. متى سيتم الانتهاء من التنفيذ؟ متى حننتهي من المشروع أو العمل ذي؟ كيف سيتم قياسها من خلال مؤشرات بما في ذلك التكرارية؟ هنقيس هذه الأعمال والأداء بأي مؤشرات، بأي أدوات، وبالتالي أي معدل تكرار. كيف سيتم تقييم النتائج؟ بأي شكل سيتم تقييم النتائج assessment بالنسبة للرزل؟ كيف سيتم دمج تكامل أهداف الصحة والسلامة المهنية مع أنشطة المنظمة الأخرى؟ كيف نحن هنقوم بتكامل أو فهم تكامل أهداف الصحة والسلامة المهنية كلها مع الأنشطة داخل المنظمة، أو تكامل كل الأنشطة مع بعض؟ أيضا يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة حول أهداف وخطط الصحة والسلامة المهنية، documented information، معلومات موثقة لكل الإجراءات ولكل السياسات اللي وردت. إن شاء الله نقف عند هذا الحد، ولاحقا نشوف إن شاء الله بعض البند 7 بإذن الله، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. إذا كان في أي سؤال إن شاء الله ممكن نسأل خلال القناة المحددة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.